سمعنا هنا توظف الاخت ديالنا والاخ ديالنا باجره راكم عارفينها ومن غير الاجره دابا كيبقى الواحد في وضعيه هاد الشهر متعاقب يعني اي وقت في اداره ديال السيرسيس يمكن ليها تقول له صافي تعفي على العمل زيد عليها وهذا اللي كنا كنقولوا المسؤولين ديال هاد البلاد ما بعد الاخوات والاخوان ديالنا خدامين في وحده صحيه بسيرسيس كيديروا عباده كيسواليهم كيبدلوهم كيجيبوا بريز اون شارج كيخرجوا هذوك لي زاسيوري ومن بعد ملي بلادنا ولادنا توقع عليهم شي حاجه ما عندهمش اي تغطيه صحيه ني ميتيال ني امر ما كايناش هذه الحماقه وبالخصوص ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفسه يعطي المثل في التصريح بالاجراء ديالو لاسينسيس هذا لا لوا سا قانون دونك عقل لارتيكل 2 ديال الضريب يا ريغلومون لاسينسيس كيقول لك سون با سوجيتي كلشي الو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نفسه يعطي المثل في التصريح بالاجراء ديالو ليه لاسينسيس باش يستافدوا من التقاعد والتغطية الصحية كيخرق القانون كيخرق القانون اش خلى الباترونات ولي زوطر الاخرين ما يقولوا فاخواتي اخواني كانت الاطروحة ديالنا في الاتحاد الوطني للشغل صحيحة وتا واحد ما يمكن له يتهرب لها فبدات الجامعة ديالكم بطرح المشكل بالنضالات مرحبا بكم اللي بقى عايزين تفلني في الحقيقة قال لي راه غادي شي واحد يوسف ديال الاخوات باش يباركوا لك ويسلموا عليك وهذا قلت له ما كاين مشكل مرحبا بهم انا ضد الاخوان اللي كنتو تنظيم يصبوا لكم واحد الحلوه والاسم ديالكم Thank you.
الكلمه ديالو في الحقيقه ذكرنا المحطه النيابيه وكنتي ذكرنا ما هو الا شيء قديم والقديم من اسنان من نظرات كانت ذكرنا النت اول اجتماع درنا مع الفئه ديال الممرضين والممرضات اللي كانوا متعاقدين الاول انا اعتبر شويه قرايه القطور قطور التمريضيه معنا هذه القاعة كانت انطلاقة واليوم احنا كنكتبوا هذا الانتصار والانتصار ديالنا اليوم ماشي هو انتصار ديال الجميع ماشي هو انتصار ديال هذه الفئة بوحدها هذا انتصار ديال الاتحاد المغربي الشعوبي لأن اليوم كنكتبوا بهذه المكتسبات اللي جبنا وأيضا كاين مكتسب آخر كبير إلى لاحظت ولا شفتوا القاعة كما قال أمينها أول مرة كيداروا جوج لافتات باش العمل الوطني كتحيي الجامعة وماشي الجامعة هذه أيضا كتحيي جامعة الباري لأن جامعة الباري حتى هي حصلت على مكتسبات اللي هي جديد مهمة وعلى النضالات وعلى جامعة الباري والتحصيل ديال الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك اللي كذلك سليك هو الكاتب العام للجامعة قاموا بواحد مجموعة ديال النضالات طيلة هذا الشهر اللي فات والشهر اللي قبله لأن كذلك إخواننا كانوا في واحد الوضعية اللي صعبة كانت خصهم ستاتيو ديالهم يتبدل كان خصهم ليزافونتاج ديالهم لوغمونتاسيون السالير لوغمونتاسيون ديال ليزانيتي فكانت واحد الاداره صممه فالاخوان ديالنا على التراب الوطني قاموا بنضالات بطوليه باضرابات 24 ساعه 48 24 وهكذا ومن بعد من غراب انديتيرمين فاش من غراب انديتيرمين صادو دير بان البراوات ما غاديش يبقاو يوصلوا البريد وبريد بنك المغرب يعني البريد عند بنك المغرب لي كونت لي بنك دو بنك سون بلوك فمن بعد كذلك هاد النضالات والمساندة ديال الاتحاد المغربي للشو وكيفاش كان ممكن اننا نتغاضاو على هاد البيئة اللي كتشتغل في الضمان الاجتماعي ويجوز على المقيمين من مقيمين الضمان الاجتماعي كيفاش كان انه لمده سنوات وهما كيعتبروهم المفروض عليهم التعاقد كيعتبروهم انهم اللي طبقوا في الباترون الدولي وجراء عندهم 18 20 عام ديال الاقدميه كذلك راه كذلك المفروض عليهم التعاقد وبالتالي كان لابد من انهم ترفع هذا الحيط حنا في كل مره تحديدا الفرصه كنذكروا الحكومه بان شعاراتها ديال الحرب والتفاخر وكذا كله كله خالي كله كذوب لان اول حاجة اللي تمكننا نحارب بها الهشاشة ونحارب بها الفقر هي العمل اللائق والعمل اللائق والمقومات ديالو هي الحماية الاجتماعية هي الأجور اللي كيستحقها الإنسان هي واحد العدد ديال مقومات العمل اللائق هي التفاوض هي وعلى رأسها الحماية الاجتماعية فكيفاش كيمكن لهم يستساغوا أنه مؤسسة اللي هي تدبر الحماية الاجتماعية في بلادنا هي أكبر مؤسسة تدبر الحماية الاجتماعية والان بلوس كافون لان غادي تعطى لها انها تدبر الحمايه الاجتماعيه حتى ديال لي غاميديز سين السيس هي اللي يمكن الفريق وبالتالي واش كبير كيفاش يمكن لهم يمشيو بهذا الطريق ديال انكار والجحود ديال فئه كتشتغل عندهم وما عندهاش حمايه اجتماعيه ويجي يقول لك غادي يتكلفوا بالناس اللي هما في الغامات وكانوا لحد الان كيمشيو غير للمستشفيات العموميه رهان كبير عليكم رهان كيجي كبير هذه معركه اولى اللي انتصرنا فيها ومعركه كبيره طبعا انتصرنا فيها بجهود الامانه العامه وعلى راسها الامين العام لانه جعل من هذا الملف ملف ديال الاتحاد المغربي للشغل الامانه الوطنيه كلها احتضنته جهود كذلك ديال الجامعه وديال القياده ديالكم الاخ عز الدين كان كيعتبر راسو بانه ما غاديش يكون داز من هذا المجلس ديال هذا المنضى الولايه ديال البرلمان الا ما حلش هذا الاشكال
وانتم راه الفيديو كلهم كان عندكم وكتعرفوهم. كذلك بعض النضالات ديالكم نضالات يعني مستميتة، نضالات غير الظرفية هذه، يعني باش ديروا نضالات غير الظرفية للإجراءات الاحترازية واللي هذه، وكنتوا طبعا في المستوى ودافعتوا وحيدتوا عليكم الذل والهواء، وطبعا فرضتوا الاحترام والكرامة ديالكم. أنا كنقول هذه مع رفقة أولى، باقي كما قال أمين الآن مع رفقة معاد أخرى من أجل فرض الكرامة يعني ومن أجل تحصين وضعيتكم بالمكاسب إن شاء الله النضالية اللي غادي تكتسبوها وعندي اليقين. كاين معركه اخرى اللي ما خصهمش مساواة الاخوات والاخوان، وكنظن تجبدات بزاف، مصير للبوليكلينيك حنا كنت نساو مصير للبوليكلينيك، ولا خصنا كاملين مره اخرى في اطار الوحده النقابيه اننا نناضلوا من اجل باش يبقاو في الاتحاد في تحت سميتو اللواء تحت يعني كجزء لا يتجزا من الضمان الاجتماعي. تحت لواء الاتحاد المغربي للشؤون دائما وابدا، وسننتصر ان شاء الله لمتعاقدي ومتعاقدات الضمان الاجتماعي للم الشمل ورص الصفوف دفاعا عن حقوقنا وصونا لكرامتنا، والله ولينا وناصرنا ونعم المولى ونعم النصير. كما نوجه الشكر لكل مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لمساندتهم لنا لتسوية وضعية المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، وإنه لحدث تاريخي سيشهد عليه التاريخ على ما قدمته الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، ونعلن عن تشبثنا بوحدتنا النقابية وانتمائنا لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل. أخواتنا
يوم عرس نظرا للمكتسبات اللي حققها في عدة قطاعات، وما بين المكتسبات الكبرى هي في قطاع الضمان الاجتماعي بالنسبة لواحد الفئة معينة اللي تتكون من 700 ممرض وممرضة اللي كانوا محرومين من الحقوق الأساسية ديالهم، الحقوق الاجتماعية كانوا غير مصرح بهم، يعني لا يتوفرون على تغطية صحية، لا على تقاعد، لا يتم تعويض التعويضات العائلية كلها. هذا الحقوق كانت مهضومة لمدة 15 سنة، ولكن بعد نضال طويل ومستمر استطعنا اليوم أن نحقق هذا المكتسب اللي هو مكتسب جد مهم، والمعركة لا زالت طويلة إن شاء الله. على ذكر المعركة ما زالت طويلة من موقعي كمشرع، يعني ذاك المؤسسة الشرعية وأعني الغرفة الثانية، هل ستستمر هناك النضال من أجل انتزاع مكتسبات؟ حقا من موقعي كمستشار برلماني اتاثر كثيرا على العمل التشريعي، لانه لسنا التوجيهات الملكيه ديال سيدنا اللي امر باش تكون تغطيه صحيه لجميع المغاربه، التوجيهات ديالو تلقاو انه القوانين لا زالت متعثره، فالحكومه عاززه عن تقليب قوانين لتوفير هذه الحمايه. تاسف نتمنى ان الولايه المقبله ان تكون ولايه شرعيه اجتماعيه بالدرجه الاولى. هذه الرساله ديالكم لمناضلي ومناضلات الجامعه الوطنيه لمستخدمي الضمان الاجتماعي. مناضل الجامعه الوطنيه لمستخدمي الضمان الاجتماعي لهم راس مال قوي وهو الوحده النقابيه. بفضل الوحده النقابيه استطعنا اولا ان نخدم المواطنين المغاربه، وقد ابانوا على هذا خلال الجائحه الاخيره، والدعم اللي قدموا الصندوق، الدعم اللي تقدم المواطنين من خلال الصندوق تقريبا مليون مستخدم اللي كانوا فقدوا العمل، ايضا الدعم اللي قدموه الاخوات الممرضات في مسحه الضمان الاجتماعي اللي كانوا يستقبلوا المصابين مرض كورونا، ايضا نحن مهيئين بفضل هذه الوحده وبفضل هذه التابعه لنحقق او لننجح الورش اللي احنا مقبلين عليه، اللي هو الورش اللي نادى به سيدنا رسول الله ديال الحمايه الاجتماعيه لجميع المواطنين المغاربيين. اسم كامل الصفه؟ عز الدين زكري، رئيس الجامعه الوطنيه لاتحاد الجامعه الوطنيه للمستخدمين الضمان الاجتماعي، الاتحاد المغربي للشغل. شكرا. حقيقه احنا اليوم في عرس، وعرس كبير هنا يجينا احتفلنا مع الجامعه ديالنا الاتحاد المغربي للشغل، كان لينا شرف كبير باش نتسعوا هذا الحق الكبير بالمساعده ديال الاتحاد المغربي للشغل، على راسها الامين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق والاخ عز الدين زكري، اللي ناضلوا بكل المجهودات ديالهم من اجل انصاف هذه الفئه ديال المتعاقدين والمتعاقدات اللي كانت في الحقيقه كتعيش في واحد الحيف وواحد كنحسوا اننا ما منتمينش لهذا الوطن الحبيب، خصوصا انك انت كتعمل في واحد المصحه ديال الضمان الاجتماعي، وهذه المصحه ديال الضمان الاجتماعي هي اللي كتدور على الناس باش انهم تصرح بالمستخدمين ديالها، وحنا المصحات ديال الضمان الاجتماعي ما كنتمتعوش بابسط الحقوق لا الصحيه ولا الاجتماعيه، وهذا في حد ذاته كان كيخلق لنا واحد الحيف واحد الحقره، حتى التجئنا الاتحاد المغربي للشغل واسسوا لنا المكتب النقابي ديالنا ديال المتعاقدين، اللي دابا الحمد لله ما بقاش متعاقدين ولينا مستخدمي الضمان الاجتماعي، او بالاحرى اطر طبيه تابعه لمصحات الضمان الاجتماعي. و ما نقدرش نقول لك كلمات كثيره 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 في حق هاد الناس، درنا نضالات متنوعة وما نعاودش لك، درنا خدنا إضرابات ووقفات احتجاجية، راسلنا ما خليناش فين مشينا وفين راسلنا، ولكن اون فان كونت غراس ا نوتر المنظمة ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل قدرات انها تنتزع الحق ديالنا وتبرز الوجود ديالنا كمستخدمين وكأطر صحية كتزاول المهنة ديالها في المصحات ديال الضمان الاجتماعي، وحتى كذلك باش انها تمكن الاستمرارية ديال هاد لي تريس بوليكلينيك. هاد لي تريس بوليكلينيك راه زين واحد الثقل، خاصة انهم خدموا ولو انهم ما عندهمش، ولو ان هاد الناس المتعاقدين
بدون صحة الضمان الاجتماعي ما عندهمش لا تغطية صحية ولا اجتماعية. اللي جات كوفيد كانوا من الناس اللي وقفوا أمام هذه الجائحة، كانوا من الناس اللي طوعوا وداروا دي ليست مالغري حبا في الوطن وحبا في ملكنا محمد السادس. المناضلين والمناضلات الجامعيين يجمعون على اساس انه المعركه ما زالت مستمره، ما هي قوه النظريه المسؤوليه؟ حقيقه احنا دابا من الاوليات اننا درنا واحد ان ستاتيو لهذا المتعاقد، ولات عندنا صيغه قانونيه حققنا منها بعض المكاسب، ولكن بعض المكاسب خصنا مازال نضالات ومازال خصنا جهود ومازال معارك ومازال مازال مازال باش نحقوا داكشي كاع اللي بغينا ان شاء الله. اكثر الاسم الكامل الاكبر الاسم الكامل مرشان حياه ممرضه بمصحه الضمان الاجتماعي درب غلف، كاتبه عامه للمتعاقدين والمتعاقدات بمصحه الضمان الاجتماعي. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.